مرحبا جميعا اليوم ان شاء الله سيكون لدينا الفيديو الثاني من محاضرة Technical Correlations of Lower Limb Bones. ولكن هذه المحاضرة ستقسم إلى ثلاث أجزاء بدل تقسيمها إلى جزئين بسبب طول المحاضرة نتابع الفيديو في المحاضرة السابقة تطرقنا إلى هذين الموضوعين Overview و Principles of Fractures في هذه المحاضرة سنكمل باقي ال ILOs والتي ستكون ال ما تبقى منها 13 ILOs Uh, injuries of hips و coxavara, coxavalga والكثير من التفاصيل سنتطرق لها في كل عظمة من عظام ال في المحاضره السابقه تحدثنا امور عامه لا تخص عظمة معينه اليوم سنتحدث عن مواضيع تخص عظام معينه فمثلا سنتحدث عن الهيب بونز ما هي الاصابات التي ممكن ان تحصل في الهيب بون وسنتحدث عن عظمة الفيمر عن عظمة الكالكينيوس ما هي, ال... ما هي الإصابات أو ما هي الإصابات الشائعة التي ممكن أن تحصل في كل عظمة من هذه العظام و لا يحتاج إلى التذكير أن الموضوع ليس معمق يعني أنني لن أتعمق في كل تفصيل في كل التفاصيل بالنهاية هذه المحاضرة هي عبارة عن clinical correlations هي عبارة عن محاضرة اناتومي وليست محاضرة surgery فبالنهاية لن يكون هنالك تفاصيل كثيرة ومملة ولكن في هذه التفاصيل التي ستذكر في هذه المحاضرة مهم جدا أن يفهمها الطالب ننتقل الآن إلى أول ILO وسيكون عبارة عن Injuries of hip bone Fractures of the hip bone are referred to as pelvic fractures يعني حينما نقول أن هنالك fractures في ال hip bone فممكن أن نطلق مصطلح pelvic fractures ف pelvic fractures تعني أن هنالك fracture في ال hip bone Uh, اما ما أما مصطلح hip fractures is most commonly applied unfortunately to fractures of the femoral head neck or trochanters يعني أن مصطلح hip fractures أو hip fracture يطبق بشكل خاطئ على عظمة الفيمر أو على عظم الفيمر فحينما نقول hip fracture من المحتمل أن نقصد فيها واحد من هذه الثلاثة التي سيكون femoral head في مورال نيك وفي نلاحظ في هذه الصورتين هذه صورة عن و ولدي هنا pelvic fracture هذه اكس راي ثم نلاحظ ان هنا لدي كسر في عظم الهب في الهب بون فسنسميه pelvic fracture اما هنا هذا ام ار اي فلدي كسر في الفيمورال نك مثل ما نلاحظ هنا كسر في الفيمورال نك فهذا سنسميه هب فركتشر طبعا من الخاطئ تسميته هب فركتشر ولكن هذه تسميه شائعه في بعض الاحيان يكون هنالك تسميات شائعه من الصعب التخلص منها فتطبق بشكل خاطئ ولكن اصبحت معروفه حينما نقول هب فركتشر نقصد فيها فركتشر للفيمر اما ان تكون في النك او التروكنتر or الحد هنا هذه الصوره تبين هذه الصوره هذه الصوره تقريبا نفسها هذه الصوره وهذه الصوره ولكن بتفاصيل اكثر وابسط لكي نقارن ما بين هاتين الصورتين فانا وضعتها لاجلكم لكي تقارنوا ما بين هذه الصوره وهذه الصوره Uh, injuries of hip bone لا نزال في ال hip uh, bone ولدينا ال avulsion fractures of the hip bone may occur during sports فتطرقنا uh, إلى fractures بشكل عام وعرفنا uh, ما معنى pelvic fracture ما معنى hip fracture الآن سنتطرق إلى fractures uh, من أنواع مختلفة ولكن أيضا تصيب ال hip bone ومنها ال avulsion fractures Uh, it occurs where muscles are attached. Anterior, superior, inferior, iliac, spines, uh, scale tuberosity, whatever, satakon fi pubic. رمي. آه ونحن تطرقنا إلى آه هذه الأسماء هذه الماركينجز والفورميشنز تطرقنا لها في آه محاضرات خاصة عن الهيببون إن لم تكن قد حضرت هذه المحاضرة فالرابط للسلسلة كاملة لللورلم موجود أسفل في وصف الفيديو آه ف... نتطرقنا ايضا نحن في المحاضرة السابقة لكلينيكال كورليشنز معنى avulsion معنى avulsion فركتشر او حينما نقول ان العظم avulsed بون avulsed يعني ان العظم قطعة من العظم متصل فيها تندن تعرضت للاقتلاع فهذا معناه avulsion فركتشر ويجب عليك ان تحضر المحاضرة السابقة لكي تفهم الموضوع من البداية. الان مثل ما نلاحظ هنا هذه هي النقاط هذه هي النقاط التي ممكن ان يحصل فيها فراكتشرز هذا anteriorly و posteriorly سيكون في هذه النقاط في هذه النقاط والى اخره من هذه الامور. في هذه النقاط ممكن ان يحصل لدي الافولجن فراكتشرز. الان نتطرق الى الموضوع بطريقه تفصيليه اكثر لان هذا لان موضوع الهب بون او بمعنى اصح فراكتشرز of هب بون ممكن ان تكون معقده نحن تطرقنا في في المحاضره السابقه وقلنا ان هناك 3% فقط من من الاصابات ممكن ان تصيب الحبة 3% من كل الإصابات التي ممكن أن تصيب اللورلم ستكون من نصيب الهب ولكن هذا لا يعني أننا لن نتطرق للهبون ونتعمق به نوعا ما لأن الإصابات فيه تكون نوعا ما معقدة وصعبة الالتئام وفيها تفاصيل أكثر من العظام الباقية أه هنا قبل أن أتطرق لموضوع مهم سأحاول استذكار أه موضوع قد تطرقنا له في الجنرال أناتومي وهو Primary and Secondary Ossification Center ففيما ما يخص Primary Ossification Center هو عبارة عن نقطة أو بؤرة ينطلق منها أه تكوين العظم العظم في المراحل الجنينية حينما كان الإنسان في بطن أمه أو الطفل في بطن أمه في البرينيتال لايف أو الانترا يوتراين لايف فيكون العظم عبارة عن كارتلج في نقطة من النقاط أو في وقت من الأوقات سيتحول الكارتلج إلى عظم وذلك بتكوين a primary ossification center فمثل ما نلاحظ هذا هو ال primary ossification center ويبدأ ينتشر العظم مثل ما نلاحظ فهذا هو عبارة عن cartilage حصل فيه تعظم ossification تعني عملية تكوين عظم أو تعظم فمثل ما نلاحظ انتشر ال primary ossification center انطلق من هذه البؤرة وانتشر إلى أعلى وإلى أسفل وانتشر أيضا إلى الهوريزنتالي ولوكتودينالي فانتشر بشكل كامل في كل العظم وبالنهاية أصبح تقريبا كامل العظم مكو أصبح يخلو من الكارتلج وأصبح نسيج عظمي أصبح نسيج متصلب نسيج أصبح hard tissue أو tough tissue وليس soft tissue ومثل ما نلاحظ هنا هذا الـ Secondary ossification center. الآن الـ Secondary ossification center هو عبارة عن مكان أيضًا مماثل تقريبًا للـ Primary ossification center ولكن المختلف فيه أنه يبدأ بعد الولادة after birth. Uh, the parts of the bone ossified from these centers are epiphys epiphyses مثل ما نلاحظ هذا هو الابيفيس هذا epiphysis وهذا epiphysis epiphysis قصدنا فيه هي نهايات العظم حينما نقول uh, proximal end of the bone و distal end of the bone فالproximal end هو عبارة عن Proximal او superior epiphysis فال superior epiphysis سيحصل فيه secondary ossification center فعملية تعظم عملية تعظم أبي فيسز، أبي فيسز، فيسز أه ستكون عبارة عن Secondary Ossification Center وليست Primary فالبرايمري سيحدث البرايمري سيكون عندي الـ فقط وهو الشفت Shift of شفت Bone، ذا Shift of the Bone،, of the, the of the bone. أه الآن أريد هنا أن أوضح شيء هذا تصميم انا عملته مجرد اريد ان اوضح بعض التفاصيل البسيطه لكي يكون الامور سهله لدينا. الان هذا كله كارتلج، الان لنتصور ان هذه عباره عن عظمه لجنين في بطن امه في الانترويتران لايف او برينيتال برينيتال يعني معناها انه قبل الولاده. فمثل ما نلاحظ أن هذا بالكامل مكون من كارتلج. ما سيحصل هو ال primary ossification center سيتكون لدي بؤرة لتعظم العظم لل ossification سأسميها primary ossification center وكل ossification center سيحتوي على blood vessels لا يمكن ان ينمو العظم بدون blood supply لا يمكن فسيكون لدي هنا مثل ما نلاحظ blood vessels سيكون لدي arteries veins و blood capillary sorry capillary bed مثل ما نلاحظ وسيتوسع تكوين العظم إلى أن يشغل كل الديافيسز هذا سيمثل الديافيسز أو the shift of the bone ومن ثم سينشأ لدي second ossification center وهذا الشيء يبدأ بعد الولادة من المحتمل في بعض ال بعض secondary يستمر إلى عند البلوغ ممكن أن يحصل عند البلوغ ممكن أن يحصل في بعد الولاده بفتره وجيزه فيختلف من عظم الى عظم ليس هنالك قاعده عامه لكل العظام ولكن القاعده العامه التي لدينا ان البرايمري اوسفيكيشن سنتر يحدث قبل الولاده ينشا هذا البرايمري اوسفيكيشن سنتر قبل الولاده اما السكندري اوسفيكيشن سنتر فينشا بعد الولاده وكقاعده نوعا ما ممكن ان تعتبر عامه او ممكن ان تطبق لاغلب العظام ان ال primary center بالعاده يكون للعظم الواحد primary ossification center واحد اما ال secondary center فبالعاده يكون اكثر من واحد مثل ما نلاحظ هنا في هذا العظم هذا العظم من المحتمل ان يكون عظم الفيمر او اي آه عدد كبير من من اللونج بوم تكون بهذه الطريقه فمثل ما نلاحظ هذا هنا آه هذا آه الابيفسز وهذا عباره عن ابيفسز اخر هذا البروكسيمال وهذا الدستال هذا السوبريور وهذا الإنفيريور هذا الدايفسز فللدايفسز كان عباره عن برايمري اسفيكيشن سنتر واحد ومن ثم توسع لكي يكون كل الدايفسز اما آه السكند اسفيكيشن سنتر فكان هنالك سكندري اسفيكيشن سنتر لكل آه فمن ثم سيحصل لدي سيتكون بالكامل هنا سيغطي العظم كل هذه المنطقه ويختفي تقريبا النسيج آه نسيج الكارتلج او الكارتلج ويتبقى لدي شيء اسميه epiphyseal plates هنا superior او proximal وهنا distal epiphyseal plate احيانا تسمى فسز فقط فسز فهذه الابيفيزيال بليت هي التي تسمح للعظم بان ينمو فحينما يتكون هنا الدايفيسز يتكون مثل ما نلاحظ هنا مثلا في هذه النقطه يتكون لدي عظم جديد اي يتحول جزء من هذا الكارتلج الى عظم يحصل اوسفيكيشن وسيتكون ايضا لدي كارتلج اضافي فبهذه الطريقه سينمو العظم فهذه الابيفيزيال بلايت هي التي تسمح للعظم بالنمو وفي مرحلة معينة عند البلوغ في عمر معين ستختفي هذه الأبيفيزيال بليت ويتبقى شيء نسميه أبيفيزيال لاين مجرد مجرد خط يمثل مجرد لاين يمثل أو يشير على أنه كان لدي هنا أبيفيزيال بليت هذا فقط الآن ننتقل إلى الأوسفكيشن أوف هب بون حديثنا لا يزال عن الكلينيكال كورليشنز اوف هيب أو injuries التي ممكن أن تصيب الهب بون. Ossification uh, of hip bone is by three primary centers. انت قلت ان لكل عظم تقريبا برايمر سنتر واحد، نعم ولكن أخذ بنظر الاعتبار ان الهيب بون في الحقيقه هو عباره عن ثلاث عظام يتكون لدي ثلاث عظام وفي مرحله من عمري وفي مرحله عمريه معينه سيحصل هنالك فيوجن لهذه الثلاث عظام ستلتئم او ستتحد هذه العظام الثلاثه ومن ثم يتكون لدي عظم واحد نسميه الهيب بون، فأصل الهيب بون هو عبارة عن ثلاث عظام هذا الإليم، هذا الإسكيم وهذا البيوبس، فلكل عظمة سيكون هناك برايمري اوسفيكيشن سنتر واحد فقط. One inch for the ilium, ischium, and pubis. الآن ننتقل إلى الأبوفسس. أبوفسس هو عبارة عن جزء من العظم. فيه بعض التفاصيل وهو عبارة عن شيء نورمال لم نتطرق نحن للأبوفيسز ذكرنا أبوفيسز دايوفيسز هنالك ميتافيسز ولكن الأبوفيسز لم نتطرق له مسبقا فالآن سأقوم بشرح معنى وأين ممكن أن نلاقي أو نلاحظ وجود الأبوفيسز The bone may have one primary one a primary ossification center But سيكون لديه several secondary ossification center، من المحتمل أن يكون لديه several ossification several, uh, center، ولكن يوجد لديه primary ossification uh, center واحد. في هذه النقطة مثل ما نلاحظ في هذه النقاط هذه تمثل uh, ال primary ossification center في كل عضو من عظام الهب بون، فهذا الإليم هذا سيكون صراحه لا اعلم لانني لانني قمت برسم هذه الرسمه ففي الحقيقه هذه ليست رسمه واقعيه ولكن لنفترض ان هنا سيكون أه بيوبيس وهنا سيكون الاسكيم فهنا برايمري اوسكيشن سنتر للبيوبس وهنا للاسكيم وهنا للاليم ما سيحصل أه سيتوسع مثل ما نلاحظ سيتوسع آه هذه البؤره البؤره العظميه اللي ستتوسع وسيكون آه لدي عظم في كل مكان تقريبا ولكن لن يكون هنالك آه عظم او لن يتحول آه الهبون بشكل كامل الى عظم سيكون هنالك آه نقاط مثل ما نلاحظ آه ما تزال كارتلج ما سيحصل سي سيكون لدي secondary ossification سنتر مثل ما نلاحظ سيكون هنالك ossification Center. الآن أحد السكندري وفي الحقيقة هو جميع السكندري سنتر ستتوسع مثل ما نلاحظ هنا هذه النقطة وأيضا هذه النقطة ستتوسع أو يعني سيتوسع انتشار العظم سينتشر أه الاسفيشن أيضا هنا سيحصل وهنا ولكن أنا رسمت فقط اثنان لتوضيح الصورة فقط وإلا فإن العملية هذه مثل ما نلاحظ تحصل في جميع هذه النقاط آه الآن الأبوفيسز هو قطعة قطعة من العظم حدث فيها secondary ossification center ولكنها لم, لن, لن لم تندمج بالكامل مع ما تبقى من العظم ما تبقى من الهب بون هنالك فراغ مثل ما نلاحظ وهذا آه يحوي على كارتلج أحيانا حينما آه حينما يتعرض هذا الجزء إلى شد قوي إلى تنشن آه سيحصل لدي أفالجين بهذه الطريقة الآن نكمل المحاضرة وستتطرق للموضوع بطريقة تفصيلية أكثر أن apophysis is a normal developmental outgrowth of a bone يعني أن هذا الشيء هذا الجزء الذي ذكرته مثلما نلاحظ لاحظ ذكرته هنا هذا الشيء هو شيء طبيعي تكون الابوفيسز هو شيء طبيعي وليس شيء غير طبيعي هو شيء نورمال وليس شيء نورمال. the huaibara and normal developmental outgrowth of a bone which arises from a separate a secondary ossification center and fuses to the mother bone later in development يعني and nahada l نعود إلى الصورة التي قبلها. هذا الأبوفيسز في مرحلة من المراحل أو في نقطة من النقاط نقطة زمنية من النقاط سيتصل هذا هذه القطعة العظمية ستتصل مع العظم بالكامل. ولا نلاحظ أبداً أن هنالك أو كان هنالك شيء اسمه أبوفيسز. سنلاحظ أن هذا العظم متصل بالكامل. لا يوجد هنالك. فراغات في العظم البالغ في عظام البالغين الآن الشخص الذي عمره لنفرض 30 سنة سيكون لديه الهبون متصل بالكامل ليس هنالك فراغات في الهيبون. وحينما نلاحظ أن هنالك فراغات في الهيبون، فأن هذا الشيء غير طبيعي هذا الشيء يعتبر ابنورمال فالآن من النورمال أن يكون لدي هذه الصورة حينما مثلا أخذ أكس راي لطفل في عمر أو children للتشيلدرن في عمر تشايلد يعني اقصد في عمر مثلا 11 او 10 سنوات من المحتمل ان الاحظ وجود هذه النقاط ايضا في يعني الان الاعمار ليس مهم عندي ولكن من المهم عندي ان افهم ان أبوفيسز شيء طبيعي ويظهر من المحتمل ان اخذ إكسري راي والاقي فراغات هذا يعتمد على عمر الشخص فيجب ان اخذ عمر الشخص بنظر الاعتبار. الان مثل ما نلاحظ ان هذا هو عباره عن الأبوفيسز وقلنا انه هو عباره عن شيء طبيعي هو شيء طبيعي ليس شيء آآ غير آآ طبيعي مثل ما نلاحظ. الآن أبوفيسز ما يحصل في الهب بون، أفالجين fractures. الآن الأبوفيسز أو الأبو فيسيز. مثل ما قلنا أنه هو جزء أو هو جزء أو تركيب عظمي بيحصل بشكل طبيعي الآن مثل ما قلت أن هذا الجزء العظمي باعتبار أنه ليس متصل اتصال وثيق مع العظم الأم مع المذر فمن المحتمل أن ينقلع أو من المحتمل أن يقتص أو يعني يكسر بمعنى صحيح يكسر من العظم الأم فيكون لديه avulsion fractures باعتبار أن اتصاله بالعظم الأم ليس اتصال وثيق لا يزال هنالك طبقة من الكارتيلش تفصل بينه وبين العظمة الأم. فavulsion fracture of pelvic apophysis of may occur from excessive pull on tendons. Uh, usually in athletic uh, adolescence. Adolescence, uh, uh, هم عبارة عن المراهقين في uh, أعمار ما بين على ما أعتقد في يعني ما يقرب من السبعة عشر بهذه الطريقة uh, فهذه الأعمار uh, سيكون لديها سنتر لا يزال هنالك أبوفيسز ولا يزال هنالك آه عدم اكتمال في نمو آه الهبة بشكل كامل. فحينما يذهبون الى القاع الرياضيه ويثقلون على انفسهم بحمل الاوزان الثقيله، من المحتمل ان يحصل لديهم avulsion fracture لاحد الأبوفيسز الان ننتقل الى آه ILO الرابع وهو كوكسافارا فارا اند كوكسا فولغا. هذا الموضوع هو موضوع يعتبر كبير ليس موضوع صغير. آه ولكن في هذه المحاضره لن اتطرق آه بكل التفاصيل آه هذا شيء آه حالة شائعة ممكن أن تحصل في سنتطرق إلى أين تحصل أكثر شيء ولكن لن يكون هنالك تعمق كثير في الكورسفارا والكورسفالغا مجرد نبدأ مختصرا وسيكون سيكون التطرق بشكل أكثر مثلما دائما أقول في محاضرات الكلينيكال كورليشنز التطرق العميق يكون في محاضرات السيرجري The angle of inclination between long axis of the femoral neck and the femoral shift مثل ما نلاحظ هذا هو طبعا هنا نحن نتعرف على صور هذه abnormal هذه ليست صور طبيعية مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن long أكسس الذي سيمر في الفيمورال femoral neck. اما هذا فاللونج أكسس الذي سيمر في ال فيمورال شفت فهنالك الزاوية تطرقنا لهذا الشيء نحن في محاضرة الفيمر فيمر بون فنلاحظ أن هنالك الزاوية ما بين هذا الأكسس وهذا الأكسس فهذه الزاوية هذه الزاوية يجب أن تكون uh, 125 درجة uh, one, uh, 125 uh, degree إذا كانت أكثر أو أقل فإن هنالك مشكلة طبعا أخذنا بنظر الاعتبار أن هنالك variations ما بين الميل والفيميل ما بين الأدلت ما بين الـ children ما بين مثلا كبار السن هنالك variations ولكن كأفرج هي تكون 125 درجة 125 ولكن في الكوكسفارة والكوكسفالقا لا يكون هنالك نسبة أو لا يكون هنالك درجة طبيعية يكون هنالك أما زيادة أو نقصان ففي الكوكسة فارا سنلاحظ شيء مختلف عن الكوكسا فالغا وكلاهما مختلف عن النورمال. ف Uh, varies with age يعني أن Angle of inclination التي هي عبارة عن الأنجل ما بين الفيمورال أو الـ long axis الذي يمر في الفيمورال نك long axis الذي يمر في الفيمورال شفت ستتغير سيكون هنالك تغير ما بين العمر الأيج مثل ما قلت، السكس، الجنس ما بين الأنثى والذكر، وسيكون development of the femur أيضا في الأطفال يختلف عما هو عليه، في البالغين أيضا في بعض الأحيان تحصل هنالك congenital defects ممكن أن تؤدي إلى تغير في هذه الأنجل أوف inclination الآن uh, may also change with any uh, pathological process that weakens Uh, the neck of the femur أيضا هنالك حالات مرضية ممكن أن تؤدي إلى uh, إلى زيادة أو نقصان هذه الزاوية angle of inclination uh, الآن uh, نتطرق إلى الكوكسا فارا when the angle of inclination is decreased decreased the condition is coxa vara decreased تعني coxa فارا مثل ما نلاحظ هنا decreased angle of inclination يعني أنها مثل ما نلاحظ هنا تقريبا أصبحت زاوية قائمة هي تكون تحت المئة أو مئة ممكن أن تعتبر كوكسا فارا. هذه التفاصيل تكون إن شاء الله في المستقبل ولكن حينما تكون مئة أو تحت المئة فتعتبر كوكسا و وأعيد أن الكوكسا فارة تحصل حينما تقل الزاوية ما بين اللونج اكسس الذي يمر في الفيمورال نيك واللونج اكسس الذي يمر في الفيمورال شافت وتكون ما يقرب المئة او تحت المئة فاسميها كوكسا فار. اما الكوكسا فعلى العكس من هذا uh, when it increased its كوكسا نلاحظ هذه الكوكسا فنلاحظ زيادة في ال angle of inclination هنا ما يقرب ال 170 على ما اعتقد عندها اذا اذا اصبحت فوق ال 145 تكون كوكسا فالغا الان ايضا اشير الى ان الكوكسا فارا causes a mild shortening of the lower limb وهذا شيء مثل ما نلاحظ هذا الشيء بديهي ان هنا عندما تقل الزاويه ما بين الـ ما بين هذه التو اكسس فيحصل لدي قصر في الطرف قصر lower يكون هنا uh في اللور لم فيكون هنالك ميلت شورتنينج في اوف ذا لور لم and limits uh, passive abduction of the hip طبعا uh, الابدكشن نحن نعلم ما هو الابدكشن هذا مثلا يعتبر ابدكشن uh, اما passive ابدكشن فهو uh, حينما تذهب الى العياده uh, الاكزامينر او الطبيب uh, الذي يقوم بفحصك uh, هو من سيقوم بعمل passive ابدكشن uh, او passive موفمنت اوف ذا joints Passive movement of the joint يعني أن الطبيب نفسه هو من سيقوم يعني مثلاً أنا الآن هذا الأصبع هذا الآن هذه الحركة تكون active ولكن حينما أمسك أنا أصبعي وأحرك فهذه الحركة passive أي أنني حركت هذا البفصل حركة هذا المفصل دون تقلص العضلات ودون يعني دون أن يكون هناك تقلص في العضلات وبالعادة يحصل الإكزامنر هو من سيقوم بهذه الموفمنت لطبعاً اختبارات كثيرة وتفاصيل كلينيكال كلينيكال هذه تكون في محاضرات مفصلة ولكن لمجرد التنويه لأن الكوكسافارا أحيانا أحيانا تكون جراجولي بما معناته آه انها تحصل يحصل هنالك اصابه او يكون هنالك آه ديفكت او كونجنتال ديفكت معين فتكون هنالك بشكل تدريجي اي انها لا تحصل فجاه او لا يكون هناك تغير بل فجاه تحصل في, في آه شكل تدريجي لذا من الصعب ملاحظتها احيانا فنحتاج الى هذه النوع من الاختبارات للتاكد ان لدي هذا الكونديشن والذي هو الكوكسا بار. آه The term Vara or, uh, virus. الآن سنتعرف إلى, uh, إلى هنا Terminology هذا هذه الجزء من المحاضرة سيكون Terminology سنتعرف ما معنى Vara وما معنى Valga طبعاً Vara uh, هي عبارة عن جمع فارس uh, هو المفرد uh, أما Valga فأيضاً جمع وValgus هو, هو المفرد فمصطلح Vara هنا أريد ان تركزون بعض الشيء آه لأن المصطلح هذا ممكن أن يكون آه سبب ارتباك سبب confusion في آه أنا شخصيا صراحة كان لدي مشكلة في تصور الموضوع آه ولكن بالنهاية سنتطرق للموضوع بالمستقبل سنتعرف عليه في السرجري بشكل تفصيلي أكثر هنا ما نحتاج إلى معرفته هو ما معنى أساسا كوكسا فارا وما معنى كوكسا فالجا بشكل مبسط ليس هنالك داعي للدخول في تفاصيل كثيرة وهنا في هذا الجزء مجرد انه ذكر في المصدر بمعنى معنى فارو وما فانا ارتأيت صراحه انه اكتب او اذكر هذا الشيء او هذه هذين المصطلحين واقارن ما بينهما في المحاضره ايضا. is a لاتن objective سوري uh, لاتن adjective هي صفه لاتينيه describing any bone, describing any bone or joint. in the limb سواء كان upper limb أو lower limb that is deformed يتشوه uh, so uh, that the distal element في حالتنا أنه distal element هو shift of the uh, femur deviates toward the midline يعني أن الكوكسافارة في الكوكسافارة في condition الكوكسافارة ان الفيمورال شفت اتجه باتجاه الميد لاين صار اقرب الى الميد لاين طبعا هنا آه هنا الميد لاين انا لدي فصار الاتجاه بهذه الطريقه تدر صار الاتجاه بهذه الطريقه أي انني اقتربت من الميد لاين الان انا صراحه لدي صعوبه في تصور الموضوع لان ليس لدي التفاصيل الكامله ليس لدي صور توضح الموضوع من أعلى إلى أسفل لا بشكل كامل ما لدي من الصور هو عبارة عن هذين الصورتين فقط وصراحة لم أكن أريد إدخال تفاصيل كثيرة كان ممكن أن أبحث عن الموضوع وأنا بحث في الحقيقة ولكن لا يزال هنالك بعض بعض المعلومات الضبابية نوعا ما هناك ضباب على بعض المعلومات ولكن هذا الموضوع سنتطرق له أنا يعني حينما بحثت عن الموضوع لقيت أنه موضوع كبير في السيرجري فقلت أنه يبقى للسيرجري أفضل الآن ما يخص الكوكس أو ما يخص الفالغا طبعا ذكرت أن المفرد فالغاس ففي الفالجس يحصل العكس أن الدستل بارت من البون في سواء كان مثل في الأبرلم أو لم يبقى تعد عن الميد لاين فهنالك deviates away from the midline مثل ما نلاحظ هنا فأصبح الديفيشن بعيد عن الميد لاين ففي الكوكسافارا اقترب وفي الكوكسافالجا ابتعد هذه المعلومه نتذكرها الان وفي المستقبل سنحتاج ان نتذكر انه اي منهم اقرب واي منهم ابعد الى الميد وان شاء الله بالمستقبل سيكون هناك تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع تعرفنا على الكوكسافارا والكوكسا فالكا ولكن لم نتطرق الى ما قد يكون سبب الكوكسافارا والكوكسا فالكا هنالك عده اسباب ولكن من اكثر الاسباب الشائعه او الحالات الشائعة التي يحصل فيها كوكسافارا وهو dislocated epiphysis of femoral head هذا هو أكثر, أكثر الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى فارة وهنالك الـ congenital cause أنه يكون لدي defects congenital defects تؤدي إلى فارة أو الكوكسا ولكن في حالتنا يكون هناك التركيز أكثر على فارة

May, uh, may slip, slip أي ينزلق, slip أي ينزلق away from the femoral neck because of awakening weakened epiphyseal uh, plate هذه الأبيفيزيال plate تكون ضعيفة بسبب أمر معين بسبب مثلا ممكن أن يكون uh, uh, غذاء يعني نقص في الغذاء أو ممكن أن يكون أي شيء أي سبب قد يؤدي إلى أن هذه الأبيفيزيال بليد تكون ضعيفة ممكن أن يكون هناك congenital defect يؤدي إلى ضعف في الأبيفيزيال أبليت أو ببساطة الفيزز ففي هذه الحالة سيحصل هنالك سليبينج أي انزلاق في الأبيفيزيال أو سوري الأبيفيزيز of the femur أو femoral head This injury may be caused by acute trauma or repetitive micro traumas الآن من المحتمل أن يتعرض الـ أو الـ إلى adolescents إلى حادث سير مثلا أو ممكن أن يسقط بطريقة معينة فيؤدي إلى كسر هنا يحصل لدي كسر أو انزلاق بمعنى أصح Uh, انزلاق وهو انفصال هذا ال, ال proximal femur uh, ويؤدي إلى uh, يؤدي إلى سبلت uh, نلاحظ سنلاحظ في هذه الصورة هنا uh, هنا حصل لدي uh, هنا حصل لدي انزلاق في هذه النقطة وأدى في النهاية إلى انفصال هذا الجزء عن هذا الجزء من الفيمر. Uh, the place increased uh, shearing يعني أنه سيبدأ الإنزلاق وأنه قص حصل هنالك مثل القص يعني uh, في هذه العظمة وانزلق جزئي العظم عن بعضهما البعض uh, uh, shearing stress on the epiphysis especially with abduction حينما يكون هنالك abduction للـ uh, للورلم أو بمعنى أصح abduction around the uh, hip uh, joint قد يؤدي الى زيادة uh, التعقيد في uh, هذه الحالة uh, and lateral rotation of the hip ايضا lateral rotation والabduction كلاهما يؤدي الى زيادة في تعقيد هذه ال, uh, هذا هذه الحالة في هذه الحالة مثل ما نلاحظ هنا وهنا اصبح لدي شيء uh, مماثل للكوكسا برا وهذا الكونديشن يؤدي الى الكوكسا طبعا اشير الى ان ما بين الهبا والفيمر هنالك ليجمنتس وهنالك الكثير من الليجمنتس والتندنس والجوينت كابسول ايضا بالكامل تربط ما بين العظمتين فيحصل لدي هنالك سيبنج ولكن يبقى العظمتين متصلتين مع بعضهما البعض ولكن ايضا تحتاج الى تدخل جراحي من المهم Uh, التدخل الجراحي لإصلاح هذه المشكلة. الآن uh, the epiphysis of uh, often uh, dislocates أو or, or uh, dislocates هي synonyms synonyms أي مرادفة ل uh, slips Uh, slowly resulting in a progressive corsa أنا أشرت قبل قليل إلى أن الكورسافارا في بعض الأحيان تكون بشكل تدريجي gradually ولا تحصل بشكل sudden أي uh, بشكل فجائي uh, فتبدأ في الإنزلاق شيء فشيء إلى أن uh, تقل الزاوية بشكل ملحوظ ما بين الـ uh, long uh, axis للفيمورال شيفت واللونج أكسس للفيمورال نك وبالنهاية تؤدي إلى الكوكسا فارر بشكل واضح. Uh, the common in uh, initial symptom of the injury is hip discomfort. ماذا ق ما لم لماذا وضعت هايلايت لهذه النقطة hip discomfort؟ يعني أن الموضوع ليس مؤلم بشكل كبير جدا لدرجة أنه يعني يحصل هنالك ألم يعني acute pain لا كما كما واضح من هذه ال من هذه أن ال hip discomfort أن الألم ليس شديد جدا لهذا السبب نحن نحتاج إلى radiological examination ونحتاج إلى physical examination لكي Uh, لكي نؤكد على uh, الككسافرة أو لكي نتأكد من وجود الككسافرة. of the superior end of the femur is usually required to confirm the diagnosis. من المهم ال uh, ااا ال وأيضاً من المهم الفيزيكال زامنيش لكي نتأكد من وجود الككسافرة. وارجع وأعيد أن الألم لا يكون شديد وأن الحالة تحدث بشكل تدريجي. هنالك بروكاسف، progressive, uh, progressive change تيانت و uh, تحصل بشكل gradual بشكل تدريجي. تمام. الآن ننتقل إلى الأيل الخامس وهو الفيمورال The type of fracture sustained is frequently age and even sex related. يعني أن الكسر الكسر الذي ممكن أن يحصل في الفيمر آه سيتأثر بجنس وعمر الشخص الذي آه يصاب في هذا النوع من الكسر آه The neck of the femur is most frequently fractured because it is the narrowest هي أضيق هي أضيق آه جزء وأضعف weakest آه part of the bone أضعف جزء في عظم الفيمر وأضيق أه جزء هو الفيمورال نيك أما الانتر Intra-capsular intra fractures Intra-capsular fractures نعني بها ان الكسر يحصل داخل داخل الجوينت كبسول نفسها مثلما اشرت قبل قليل ان الـ هذه الـ هذه المنطقه او الفيمرال نيك تكون داخل داخل الجوينت كبسول فمن المحتمل ان يحصل لدي انترا كابسولر fractures وأيضا من البديهة أو من المنطقي أن هذا الفراكتر يحصل هناك فراكتر ولكن سيكون محاط بعدد كبير من الليجامنتس والتندنس فلن يكون بالغالب لن يكون هناك dislocation أو displacement في هذا الفراكتر أو displacement سيكون محدود وأيضا عملية التئام هذا النوع من الفركتور يكون لديها شروطها الخاصة Uh, occurring uh, within the hip uh, joint capsule هذا سيحصل داخل ال hip joint capsule are complicated by degenerating of the femoral head owing to vesicular trauma أي أن هذا النوع من الكسر حينما يحصل لدي هذا النوع من الكسر فيسبب لدي degeneration لهذا الجزء أو degeneration للfemoral head ما معنى دي دي جينيريشن للفيمورال ان الفيمورال سيحصل فيه دمج او سيحصل فيه آه تاكل الفيمورال سيحصل فيه تاكل اما سبب هذا الشيء فحين حدوث كسر في هذه النقطه آه أه سيكون هنالك مشكلة في في البلوت التي تؤدي او التي تزود الفيمورال هاد وان شاء الله حينما نتطرق الى البلوت سبلاي التي أه تكون او البلوت سبلاي التي تغذي الفيمور الفيمور في المستقبل سنفهم هذه النقطة بطريقة افضل ومن المؤكد اننا سنتطرق حينما يكون هنالك انترا كابسولار Uh, fracture أو uh, uh, femoral neck fractures uh, سنتطرق أيضا إلى ما قد يحصل للفيمورال هدم it becomes increasingly vulnerable with uh, age especially in females secondary to osteoporosis أي أن الفيمورال fractures تحصل أكثر وتزداد uh, تزداد نسب حدوث الفيمورال fracture حين التقدم في العمر وخصوصا في الفيملز الفيميلز هي اكثر عرضه للاوستيوبروسيس او الـ 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 الامراض التي تؤدي الى ضعف العظم منهم من آه مقارنة مع الرجال في يكون أكثر عرضة آه من الميز في حدوث الأستيوبروسيس الآن آه الفيميرال فركتشرز لحد الآن نحن في الفيميرال فركتشرز فركتشرز of the proximal femur occur at several locations تحصل في عدة نقاط منها هنا وهنا وبعض قليل سنتعرف إلى يحدث هنا ويحدث هنا أيضا ويحدث في عدة أماكن ولكن الـ two examples أو الـ two common examples لحدوث الـ في الـ proximal and سيكون ترانس سيرفيكال و انتر تروكنتريك سيرفيكال في هذه النقطة سيكون ترانس سيرفيكال أي أنه يحدث في الفيمورال نيك مثل ما تطرقت له قبل قليل اما في تروكنتر فيحصل في هذه النقطه سيكون ما بين الرايتر تروكنتر واللسر تروكنتر للفيمر فهذه هي الاكثر شيوعا هذان النوعان من الفركتورز هنا هن, هن الاكثر او هما, هما الاكثر شيوعا في البروكسيمال اند او البروكسيمال فيمر فراكتشرز Uh, these uh, fractures usually occur as a result of indirect trauma. نحن تطرقنا إلى ال direct و ال indirect force أو ال fractures due direct or indirect uh, force. ففي حالة uh, هذا النوع من ال fracture أو هذان النوعان من ال fractures سيكون ال force المؤثر عليهما هن هي indirect. Because of the angle of inclination, these fractures are inherently unstable أي أن هذان النوعان من ال الذي اللذان هما intertrigonal fracture و trans cervical fracture فهذان سيكونان غير مستقرين أي أنهما ممكن أن يتعرضان بسهوله الى الى displacement fracture displacement على الرغم من انهما قد يكونان في هذه الحاله انهما مثب هذا هذا الكسر مثبت في مثبت في او يحدث داخل ال hip joint capsule وبالنهايه فهو مثبت بال ligaments وال tendons وال joint كبسول ولكن يتعرض لل Uh, fracture displacement بسبب الانجل اوف of inclination. فسيكون هنالك ضغط وزن الجسم بالكامل على هذه النقطة على هاتين النقطتين من الفيمر لذا فهما معرضتان لل, uh, لل displacement and impaction، impaction نقصد فيها أن ال لم يقصر وقد تطرقنا لـ impacted fractures فهذان أحد أمثلة الـ impacted fractures Uh, overriding هنا يفسر ال impacted fractures وأنا تطرقت له uh, مسبقا Muscles uh, spasm also contribute to the uh, shortening of the لم uh, أيضا من المحتمل وهو شيء uh, من أحد الأعراض الطبيعية حينما يحصل لدينا كسر يحصل هنالك مصل سبازم وقد يؤدي إلى شورتنينج في اللم وأيضا من المحتمل أن يعمل ليميتيشن للموفمنت Uh, fractures of the greater trochanter and femoral shaft usually result from direct trauma هنا نلاحظ أن الفيمورال شفت في هذه النقطة وهذا هو عبارة عن spiral uh, fracture وقد تطرقنا لسبيرال spiral في المحاضرة السابقة ففي هذه الحالة هذا الكسر يحصل حينما يكون لدي direct trauma أي fracture هذا النوع من الفركتر فهو fracture due to direct force اما ال فركتشر Greater trochanter ليس هناك صوره فيها هذه الصوره لا تمثل جريتر تركونتر أه ولكن Fractures اوف جريتر trochanter ايضا تحدث بسبب دايركت Trauma are most common during the uh, more active years more active years يقصد فيها انه التينيجرز وال children الذي يكون هنالك ان آه, يكون العظم في هذه المرحله في تطور في تطور اي في نمو. In some cases Uh, a spiral a fracture of the femoral shaft. How way a spiral fracture of a uh, femoral? Uh, shift resulting in foreshortening foreshortening يقصد فيه uh, قصر يقصد فيه قصر ال uh, limb. as uh, the fragment override of uh, the fracture may be comminuted comminuted اي ان الفركسر مثل ما نلاحظ uh, هناك تشققات هنا وممكن ان أي, uh, مثلا تنفصل هذه القطعة أو تنفصل قطع متعددة فيسمى هذا الـ مثل ما تطرقنا في المحاضرة السابقة comminuted fractures. Uh, with the uh, frequency displacement in uh, various directions, various directions uh, a result of muscle pulling and uh, depending in on uh, the level of the fracture. هو يقوم بشرح الامباكتد او يقوم بشرح الكومينتد فراكتشرز يقوم بشرح الكومينتد فراكتشرز union of this serious type of fracture may take up to a year هنا أريد أن أشير إلى نقطة هنا لك تصنيف classification آخر للفراكتشرز يكون التصنيف اعتمادا على union أو اعتمادا على الهيلينج يعني ان هنالك فراكتشرز تعمل هيلينج بشكل سريع هنالك يحصل فيها كومبليكيشنز فيؤدي الى عمل ديلي للهيلينج وهنالك تصنيف يعني ان هنالك سيستم يقوم بتصنيف الكسور اعتمادا او الفراكتشرز اعتمادا على اعتمادا على الهيلينج اعتمادا على نوع الهيلينج فهنالك اكيوت هنالك كرونيك هنالك نوع اخر من ال fractures اعتمادا على الهيلنج لكن أنا لم أتطرق في هذه المحاضرة لهذا النوع من التصنيف لأنني اعتبرته سيرجري بحت فتركته إلى السيرجري Fractures of the inferior or distal femur هنا في هذه النقطة يحصل لدي fractures في الفيمر uh, may be complicated by a separation of the condyles هذه هي الميديال كوندايل وهذه هي اللاترال كوندايل فمن المحتمل ان يحصل من المحتمل ان يحصل كسر مثلا في هذه النقطه يؤدي الى انفصال الكوندايلز عن بعضهما البعض ومما يؤدي result in mis alignment mis alignment mis alignment of the uh, articular surfaces of the knee joint أي أنه سيحصل ستنفصل القطعتين عن بعضهما الكوندايز ستنفصل الكوندايز عن بعضهما البعض ومما يؤدي إلى ابتعادهما عن بعضهما البعض ويؤدي إلى أن الارتيكولار سيرفيسز الذي التي هي الارتيكولار سيرفيسز للني جوينت تبتعد عن بعضها البعض ومما يؤدي إلى ديسفانكشنينج للني جوينت Uh, of the articular surface أيضا من, المح من المحتمل أن يحصل hemorrhage uh, from the large popliteal artery that runs directly on the posterior surface of the bone. الان هذه الصوره تمثل anterior surface ولكن لو لاحظنا في هذه النقطه هنا هذا من ال posterior مثل ما نلاحظ هنا هذا ال posterior هذه ال ال arteries من ال posterior ايضا مثل ما نلاحظ ترانسبيرنت uh, هذا هذا الجزء من العظمة وهذه الصوره تمثل ان العظم يكون ترانسبيرنت فلهذا السبب استطيع ان ارى البوستيريور فاي ان شفاف يكون شفاف طيب آه, الان من المحتمل حين حصول كسر في الكوندايز قد يؤدي هذا الكسر الى دامج في الأرترز في الـ Large Arteries Large Purple uh, Artery مما يؤدي إلى Hemorrhage مما يؤدي أيضا إلى أن الـ لم uh, لن, لن يحصل على uh, الـ Blood Supply الكافي بسبب هذا الـ hemorrhage. فهذه الكومبليكيشنز وهذا نوع الفركتشر الذي يحصل في الـ Distal Part من الفيمر وهذه هي نوع الكومبليكيشنز التي قد يؤدي لها uh, هذا النوع من الفركتشر وإلى هنا انتهى لدي هذا الفيديو أتمنى منكم أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو وأتمنى منكم أيضا أن تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وأيضا تشاركونني آراءكم في صندوق التعليقات نلتقي في فيديو آخر